يقول حفظكم الله تعالى: ما رأيكم في من يقول أنه لا يلزم للدعاء لولي الأمر؟ لأنك لا تحب ولي الأمر، وهذا دليل على النفاق. ولي أمر المسلمين يحب ويدعى له، هذه سنة المؤمنين أنهم يحبون ولاة أمور المسلمين ويدعون لهم بالتوفيق والهداية والإعانة، لأن هدايتهم هداية للمسلمين، فإذا اهتدوا نفع الله بهم المسلمين. فالدعاء لهم من النصيحة، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان السلف يدعون لولاة الأمور على المنابر، يدعون بتوفيقهم بصلاحهم بهدايتهم، لأن هذا من صلاح المسلمين، من نفع المسلمين. ولا ينكر هذا إلا من عنده روح الخوارج، روح النفاق والعياذ بالله. نعم.